عائشة رضي الله عنها تلك خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم vaqtlarida quyosh tutildi. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس نبي صلى الله عليه وسلم odamlarga imom bo'lib namoz o'qdilar. فأطال القيام uzoq turdilar. Allahu akbar deb namozga kirgandan keyin ثم ركع كين ركوع قلدلر فأطال الركوع ركونيا أزاق قلدلر ثم قام قيتتن تردلر فأطال القيام أزاق تردلر وهو دون القيام الأول برنش قيامنا كامرا بولد ثم ركع كين ركوع قلدلر فأطال الركوع ركون أزاق قلدلر وهو دون الركوع الأول برنش ركودا كامرا قد ثم سجد فأطال السجود كين سجد قلدلر وأزاق سجد قدلل ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى كين إكين شركات كترب برين شركات نمق جنبو سلال مناشون قدلل ثم انصرف كين نمازدن قيتلر وقد تجلت الشمس كن قياش أشق بوبقى جنب فخطب الناس أدم لرق خطبة قلب إتلر فحمد الله الله كحمد سنا يتب إتلر كي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله قياش بلان اي الله نقوله لك دلالات لديان علامات لديان بردر لا يخسفان الموت احد ولا لحياته بر ادم اولغن لغي وفاتي يوكي ترلغن لغي يعني تغلغن لغي دلالات قميدة شنو يوچن بوميدة بو فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله انا شن دي نرسلن كوردغن بسيلن الله كدعا قليلر وكبروا تكبرتيلر وصلوا نمازوا قليلر وتصدقوا صدقا قليلر ثم قال يا أمة محمد أي محمد عليه الصلاة والسلام أمتلرا والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته هيچكم الله سبحانه وتعالى دن كور كوب قزغنا ديان مس وزن بندس زنا قلش لقدا وزن چورس زنا قلش لقدا يا أمة محمد أي محمد عليه الصلاة والسلام أمتلرا والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولم بكيتم كثيرا أجر سزلر من بلغن نرسن بلغن إلردا جدا كم كلب كوب يغلقن بولر ديلا بو حديث تبدا ايتلغندا عائشة رضي الله عنها حديثلري اندهم منشو نبي صلى الله عليه وسلم وقتلردا قياشني تتلغنلغي aytilib turibdi. Undan keyin namozni qanday ko'rinishda ekanligi tafsil bilan bayon qilingan. Ana shu tafsilni aytib o'tamiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam vaqtlarida xusuf bo'ldi. Fasalla Rasululloh sollallohu alayhi vasallam binnas. Nabiy sollallohu alayhi vasallam birdan odamlarni yig'ib namoz o'qidilar birga. Bu dalolat qiladi ki, namoz birdan bo'lishlik kerak. Namoz birdan ko'rindimi, birdan odamlarni chaqirilib, xuddi ana shu azon aytiladigan ya'ni tariqaga o'xshab, as-salata jami'ah deb chaqiriladi, odamlar mana shuni eshitib masjidga yig'iladi. Fa sallallohu rasululloh sollallohu alayhi vasallam birdan Nabiy sollallohu alayhi vasallam namoz o'qdilar. Namozlarning ko'rinishi فأطال القيام الله أكبر دب نماز كردلر دعا سنة دعا سنة أقيدلر كين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة سورة سنة أقيدلر وث أطال القيام أزن سورة أقيدلر أزق ثم ركع كين ركوع قدلر فأطال الركوع وأزاغ ركوع قدلر أنا شو ركوع ده تسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي ثم قام كين ركودان كتبدلر فأطال القيام سجدك كتمستن أزاغ ينا فاتحة سورة وأنو أرقصدن أزاغ سورة أخيلا لكن وهو دون القيام الأول برنج قيام ننكرة كم راغبولد ثم ركع كين ركوع قلدلر فأطال الركوع ركوع هم أزاق بلد وهو دون الركوع الأول برنج ركودان كورا كامراق
Demek bu yerde ikkita kıyam ve ikkita ruku secdege barışlığından aldın. İkkita kıyam ve ikkita ruku bulturuptu. Birinci kıyam ikinci kıyamdan uzunrak ve birinci ruku uzun, ikinci rukudan uzakrak buladı. Uzunrak buladı desek. Thumma secede keyin secde kıldılar. Allahu akbar adli namaz görsün. Fe atales sucud. Secden hem uzak kıldılar. Sussuz iki de secde kıldılar. Ayşe radıyallahu anh'ın hadislerinde. Demek bir rekatte iki de ruku ve iki de kıyam ve iki de secde buladı. Bitti rekatte elhamdülillah. İkide kıyam, ikide ruku' ve iki maratebe secde buladı. Ayşe ettiler ki ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكَعَةِ الْاُخْرَى مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الرَّكَعَةِ الْاُولَى. İkinci rekatte türgenleri de birinci rekatte ne makigen bu seler ana şu narsanı ikinci rekatte en kıldılar. Şu bile namazını bitirip ana şu namaz bitirgenleri de sussuz Kıyaş açılıp Osman musaffa bulup geldi. Şundan ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbe kıldılar. Bu dalalet kıladı ki Kusuf namazı okuyandan keyin adamlarga imam bulup namaz okuyan adam adamlarga çıkıp hutbe kılıp ularga bir vaaz nasihat koyadı. Sözsüz ana şu hutbe Allah'a hamd-ı sana itişlik bilen ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat yetişilir bilen buladı. Eğer hutbatul hace edilse afzal. İnnel hamdelillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e adatta yetedigen hutbaları. Onu yetişilik şartmaz. Lekin sünnetten bana şunu yetken yakşı.